عشقت أصول الفقه عشقا متيما فأكرم به للشرع والفقه سلاما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، تحدثت فيما سبق عن الكل، أي القضية، عن القضية الكلية، وعلماء الأصول حينما يتحدثون عن القضية الكلية، حينما يستدعيهم المقام إلى ذلك كما في هذا التعريف، بتعريف القاعدة، فإنهم أيضا في حيز آخر يتحدثون، وخصوصا في مبحث الألفاظ، ومبحث الألفاظ في أصول الفقه مبحث نفيس جدا، مبحث نفيس، لأن الألفاظ هي أوعية الأحكام، هي الحاملة للأحكام، ولذلك الأصوليون درسوها بدقة متناهية. إذا كان اللغويون تحدثوا عن الألفاظ وربما خصوا لها كتبا تحدثوا عن فيها عن دلالات بعض الألفاظ التي هي ألفاظ المعاني، ألفاظ المباني، ألفاظ أخرى التي تكون منها الكلمة، ولكن ألفاظ المعاني درسها الأصوليون دراسة واعية. وتمنيت أن حتى علماء اللغة والذين يتحدثون الآن في النصوص أن يقرأوا هذا. لماذا أقول هذا؟ صونا للمعرفة، صونا للمعرفة. إن المعرفة حينما تصير رهينة الأهواء والاختيارات الشخصية لا تفيد الناس كثيرا. أنت حينما تكتب وثيقة قضائية فيها إشهاد بهبة أو بصدقة أو بوقف أو بشيء من هذه الأشياء، إنما تستفيد من دلالاتها الصريحة والدلالات التي لا يمكن أن ينازعك فيها آخر. أنت حبس عليك مثلا عقار ووقع فيه التعبير بلفظ التحبيس أو التسبيل، وشهد فيه ووثق فيه وجود الحيازة وأنك حزت هذا العقار، تكون الوثيقة وثيقة كاملة لا تدع مجالا لأن يطعن فيها آخر، لأن هناك أناسا آخرين كلما سمعوا بوثيقة بحثوا عن جهة الخلل فيها ليبطلوها إذا لم يكن يعجبهم ذلك. ولكن العبارة الصريحة الصحيحة المتينة لا تدع لأحد مدخل. إذن فنحن نمتلك بالعبارة الصحيحة، نمتلك بالوثيقة سليمة، نقرأ التاريخ بالوثائق التي تصلنا، ونحاكم ونحكم على الماضي بهذه الوثائق. لكن الآن حينما نقول إن الكلام الآن يجب أن يصير تحت ما يعرف بسلطة القارئ، سلطة القارئ ما هي؟ ليست سلطة النص، ها؟ ولا اهتمام بصاحب النص وبمقاصد صاحب النص، بل الإنسان هو الذي يستطيع أن يقرأ النص بما يشاء. تعرفون القراءة الحديثة معظمها يتحدث عما يسمى الآن بسلطة النص. سلطة النص تدمير للمعرفة، لأن النص الواحد يقرأه أناس مختلفون فيخرجون بمعاني ونتائج واستخلاصات مختلفة، فأيهم على الصواب وأيهم على الحق؟ لنقل إنهم كلهم على الحق، هذا تدمير للمعرفة. تصير نرجع إلى نسبية المعرفة كما تحدث عنها اليونانيون وواجهوا فيها السفسطائيين. المعرفة إذا لم تكن منضبطة ولم يكن لها قواعد للقول والاستنباط والاستدلال، معنى أننا نقول على الناس نأخذ النص ونحمله ما ليس منه، وفي نهاية المطاف لا يمكنك أن ترد شيء، لأنك تقول قراءة شخصية وقراءة ذاتية وهذه. ولذلك كل ما ترون شيء الآن في بعض الكلام في بعض السجال
حتى في بعض الآيات يقول لك ليس ضروري أن أقول بما تقول به، هذه قراءتك وأنا قراءتي قراءة أخرى. خطأ. نحن ليس عندنا قراءتي وقراءتك، عندي القراءة العلمية أو القراءة الذاتية. القراءة العلمية المتوسلة بوسائل النظر وبمدلولات اللغة هي القراءة السليمة. لغات أخرى أو كل ما يدمر اللغة هذا مشروع قامت به الحركة الباطنية في التاريخ. لما عجزت الحركة الباطنية أن تسقط النص القرآني قالت لا علينا أن نثبت الظاهرة ونقول إن له نص، إن له معنى باطن هو المراد. فأصبح الحج ليس هو القصد إلى بيت الله الحرام أو الوقوف في عرفة كما يحدده الفقهاء ساعة زمنية ليلة عيد النحر، هذا هو الحج. ما قالوا فيه لا ركوب الطائرة ولا قال الوقوف بعرفة، ما ذكروه التفشي على الأشياء إلا الوقوف بعرفة ساعة زمنية ليلة عيد النحر. لكن حينما يقول الإنسان الباطني إن الحج هو حج القلب إلى الإمام المعصوم مثلا فيكون قد أسقط ركن الحج بهذا التسيب، بأنه أدخل الخلل على النص ونسف مدلول النص. نسف مدلول النص فأصبح بإمكانه أن يحدث لك ما يشاء. ولذلك الحركة الباطنية في التاريخ واجه العلماء، وكان كتاب فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي واحد من الأشياء التي تعرفون يجب أن نظروا فيها، لأن هذه الحركة حركة نصف المعنى هي تتكرر وتتجلى كل مرة في تجل جديد، وكل مرة تتزيى في زي آخر جديد، خصوصا إذا كان هذا الزي له بريق ولمعان وله منهج وله هرمنوتيقا وله. فكثير من الناس يتشككون في نصوص نصنا نحن ليس قابلا لهذا. نرث به النص القرآني، نرث به، نعبد الله به، نعتقد به، إذن فنصنا غير قابل لهذه. ليس نصا رجراجا، ليس نصا مهلهلا، ليس نصا طيعا لينا يحمله الناس ما يشاءون، ما يقول الناس فيه إلا بالعلم. فمن لم يقل في النص بالعلم فإنه مفتات على النص، لأن النص هذا عندنا نص مقدس، وهذه كلمة لا بد من الاهتمام بها. نصنا مقدس وإرجاعه وإنزاله عن القداسة وبداية تشريحه وإعمال آراء الرجال فيه. نصنا ليس تراثا، هو نص مقدس، معنى أنه نص مقدس يستعمل ويتعامل معه على أساس القداسة. ومن أراد أن يتعامل مع القرآن الكريم على أساس أنه ليس نصا مقدسا أو أنه إنتاج منتج ثقافي أو منتج تراثي لا يمكنه أن يخرج منه بعشر فائدة من النص كله، لأنه سيجد الخطاب إلهيا. لو حملت النص القرآني على غير أنه إن مصدره إلهي كيف تفهم قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنك تجد الإله متحدثا. كيف تستطيع بعد ذلك أن تخرج من هذا النص إذا كنت تلغي منه ألوهيته وأنه أن له مصدرا معين؟ إذن يستعجم عليك النص. إذن الإيمان بإلهية النص القرآني ملزم للناس منهجيا ليفهموه. على كل حال لهذا السبب قلت إن هذه المصطلحات وهذه العبارات كان الأصوليون يحرصون عليهم، خصوصا في كتاب مباحث الأقوال، وهو كتاب في جمع الجوامع، كتاب كبير، وفي كل كتب أصول الفقه وفحتهم بحث الأصوليين بحث أصيل. ربما يسر الله بعد ذلك الحديث عن بعض ذلك في مستقبل الدروس إن شاء الله. أقول هناك هذا الذي ذكرته لكم وهو المعنى الذي للجملة الكلية، ولكن هذه الأصوليون حينما يتحدثون يقولون نحن إذ نتحدث عن الجملة الكلية فإننا نحذر من أن تظن أن الأمر يتعلق بالمفهوم الكلي. الحمل جملة الحملية الكلية هي شيء غير المفهوم الكلي. المفهوم الكلي أمر آخر هو أيضا يقدم في أصول الفقه في بابه، ولكن ليس هو الجملة التي نتحدث عنها القضية. الأمر الكلي ليس قضية، هو عبارة عن لفظ واحد، هذا اللفظ له صفات، ليس له هو لذاته له معنى، والمعنى له صفات. اللفظ الكلي هو لفظ
لو شئت أن تحدث عنه لقلت إنه لفظ معرب أو لفظ مثلا مركب، أو هذه صفات الألفاظ، لكن اللفظ له معنى. نحن الآن نتحدث عن صفات الألفاظ، نتحدث عن الصفات التي للمعاني. لذلك هذا الحديث عن الكل ليس من قبيل الحديث عن الألفاظ، وإنما هو من قبيل الحديث عن المعاني. الكل من صفات المعاني ليس من صفات الألفاظ مبدئيا. ما معنى ذلك؟ اللفظ الذي معناه كلي هو اللفظ الذي لا يمنع تصوره، سجلوا هذا، هو اللفظ الذي لا يمنع تصوره أو تصور معناه وقوع الشركة فيه. اللفظ الكلي هو الذي لا يمنع تصوره أو تصور معناه وقوع الشركة فيه. هذا لفظ يجلب المعنى، وذلك قلت إننا نحن نتحدث عن لفظ من حيث نتحدث عن معناه. هذا المعنى إما أنه لفظ معنى واسع يمكن أن يكون له أفراد كثيرون مشتركون فيه، وإما أن لا يكون. فإذا كان المعنى قابلا لأن يشترك فيه أفراد كثيرون فذلك نسميه كليا. هذا معنى الكلي، أي نفس تصوره يبيح اعتقاد، أي عقلا يبيح اعتقاد وجود أفراد كثيرين فيه، أي لفظه أو معناه فيه هذا الأمر، فيه الخاصية أنه مفتوح يقبل الشركة. إذن هذا اللفظ الكلي القابل للشركة في معناه له أقسام. أول الأقسام هو لفظ له معنى قابل للشركة، أي من حيث التصور العقلي، ولكنه مستحيل الوقوع، مستحيل التحقق، لا يتحقق. لاحظوا، لفظ كلي ولكنه قابل للشركة ولكنه ليس لا يتحقق. مثلا لو قلنا إن هنالك لفظا هو شريك الخالق، شريك الخالق، هذا لفظا لفظ كلي، هل له شريك، شريكان، ثلاثة، أي من حيث شركة، كلمة شريك تفيد إمكانية أن يكون فيها أفراد كثيرون، لكن هذا معنى كلي. كم تحقق فيه من أفراد هذا الشريك؟ هل يوجد منه واحد في الكون؟ أبدا، لا شريك لله. إذن هذا المعنى من حيث هو معنى كلي، ومعنى كلي قابل الشركة وقابل الشركة، لذلك كان معنى كليا. ولكن هل يوجد، هل يمكن أن يوجد؟ لا يمكن أن يوجد عقلا، أي هو مستحيل. إذن لاحظوا، من حيث العقل هو ممكن، العقل يبيح الشركة، والعقل أيضا يمنع التحقق والوجود. لذلك نقول لفظ كلي، أي يمكن تصور الاشتراك فيه ولكنه عقليا يستحيل أن يكون موجودا. هذا مثلا الجمع بين النقيضين، بين الحركة والسكون، هذا حركة، بين الغنى والفقر، غني فقير، هذا الجمع بين النقيضين لا يمكن، وبين الضدين لا يكون. وأنا بينت لكم فيما سبق أن الضدين أخف في الأمر من النقيضين، لأن النقيضين ليس بينهما واسطة، ثالثهما مرفوع. لكن هل يمكن جمع بين ضدين؟ هل يمكن جمع بين النقيضين؟ لا. إذن هذا المفهوم مفهوم كلي، ولكن هل يمكن تحققه؟ لا. إذن هذا أيضا مفهوم كلي مستحيل التحقق. إذن هذا الأول. القسم الثاني، أي من ليس مستحيل التحقق، أي هو ما هو ممكن التحقق، أي لا يمنع العقل تحققه، هذا أيضا فيه أنواع. النوع الأول، النوع الأول هو كلي ممكن الوجود، ممكن الوجود، ليس مستحيل الوجود، لكنه من الناحية العملية غير موجود، العقل لا يمنعه ولكن الواقع لا يثبته. هناك أشياء لا يمنعها العقل ولكنها أيضا ليست موجودة. مثلا لو قلنا
لو أردنا أن نتصور هذا مثال الأصوليين أو المناطق معا، وهو قولهم مثلا لنتصور بحرا من زئبق. زئبق شنو الزئبق؟ زوق من هذا الزواق اللي اسمه هنا، وهذا كلمة عين عربية. ولو تصورنا أن هنالك بحرا من زئبق، العقل لا يمنع ذلك، ولكن هل يوجد؟ لا يوجد. جبل من ياقوت، العقل لا يمنع، ولكن هل رأيتم يوما ما جبل من ياقوت؟ لا. لذلك هذه أشياء لا يمنعها العقل، ولكن الواقع لا يثبتها. إنه ممكنة الوجود ومع ذلك غير متحققة الوجود. هذا الآن هذا الصنف الذي هو ممكن وليس كالمستحيل ومع ذلك غير موجود، هذا في صنف موجود. هناك صنف آخر ممكن الوجود ولكن وجد منه فرد واحد. هو ممكن الوجود إن كلي هو قابل للشركة، أي نتصور أن بإمكاني أن يكون منه أفراد كثيرون، لذلك هو قابل للشركة، لكننا أيضا من حيث الواقع لم نجد منه إلا فردا واحدا. المثال الأول مثلا الشمس والقمر. الشمس معنى كلي، لو كان هناك كوكب فيه نفس الوهج الشمسي واستدارتها وكذا لقلنا شمس، ولا يمنع العقل أن يكون هناك شموس كبيرة، وفي المجاز هناك شموس كبيرة. في المجاز هناك أناس يسمون الشموس الكثيرة، كلمة الشموس مجموعة دائما. إذن فمن حيث الإمكان ممكن، ولكن قابل للشركة نعم، متحقق نعم، ولكن كم من الأفراد يوجد منهم؟ واحد. ومع ذلك يظل كليا، أي لو تصورنا أنه وجدت نظائر للشمس لكانت شموسا، إذن هو لا يمنع الشركة من حيث العقل، ولكن الواقع فيه فرد واحد. العالم هو عبارة عن كل ما سوى الله تعالى. لنقل إن هنالك عوالم متعددة، ما سوى الله عوالم، لكن الواقع هذا معنى كلي، كل ما سوى الله هو عالم، كل ما سوى الله وصفاته وذاته هو عالم. لكن كم يوجد من العوالم الآن؟ هو عالم واحد حينما نستثني، أي كل ما سوى الله يبقى دائما هو عالم، هو العالم الواحد، بمعنى أنه كلي ولا يوجد منه إلا فرد واحد. هناك مثال ولكن تبهلوا، لو قلنا إن المعبود بالحق، المعبود الذي يعبده الناس كيف يسمى؟ إله. إن هذا المعنى يسمى معنى كلي. كم يوجد من إله؟ واحد. إذن هذا المثال يشبه مثال العالم، ياك؟ هذا المثال يذكره بعض الأصوليين ولهم فيه شيء من الحرج. يذكره بعضهم لماذا؟ لأنهم يقولون حينما نقول إن الإله هو كلي، مفهوم كلي، هذا كأنه يوحي بالشرك، أي أن مفهوم الإله قابل لأن يوجد له أفراد متعددون فليكن هذا شرك. لذلك لاحظوا، يقول بعض منهم القرافي، يقول لم أقل هذا أدبا مع الله. القرافي يتكلم على هذا يقول لم أقل هذا أدبا مع الله. ماذا قال العلماء فيما بعد؟ ردوا هذه المسائل الأخرى، يقولون إن الإله ليس مندرجا في الكلي ولا في الجزئي. الكلي قابل الشركة، الجزئي هو من مقابل الكلي، والله سبحانه وتعالى لا يجري عليه هذه الأشياء التي هي أحكام تجري على الحادثات، لأن هذا العلم الآن ما كان الناس يتحدثون عن الكل والجزء إلا في العلم، وكانوا دائما يحتاطون ويتحدثون عن الكل الذي يوجد منه فرد، وحينما يتحدث لاحظوا اقرأوا هذا في تنقيح الفصول في القرافي فتجدون هذا الكلام واضحا، ويقول هذا قسم لم أذكره أدبا مع الله، ها؟ لم أذكره.
القسم الأخير وهو الكلي الذي يوجد له أفراد متعددون. الكلي الذي له أفراد متعددون هو ما يصدق عليه غالبا مفهوم الكلي، ومثلا كمفهوم الحيوان فيه يندرج ضمنه الإنسان والحيوان الماشي والحيوان السابح والحيوان الطائر، هذه كلها حيوانات وهي كثيرة جدا، وهي ضمنها فصائل، كل عالم كل فصيلة فيها فصائل متعددة وأنواع وأسماء كثيرة، في عالم الطيور فصائل متعددة إلى غير ذلك. هذا كل له أفراد متعددون. الإنسان لفظ معناه كلي، لفظ معناه كلي يندرج فيه بحسب ما نشاء، أي بحسب المواقع الوجود، الإنسان الإفريقي، الإنسان الأوروبي، الإنسان الآسيوي، الإنسان الأمريكي، الأسترالي، ولكن بحسب مواقع، أو الإنسان الذكر أو الأنثى بحسب الجنس، أو الإنسان الكبير والمتوسط والصغير بحسب السن، إلى غير ذلك من التصنيفات بحسب باعتبارات متعددة، الأبيض والأسود والأحمر بحسب اللون. هذه كلها تصنيفات مندرجة في كل واحد هو الإنسان. وضمن الإنسان هذه الكليات أفراد آخرون، زيد وعمر وهند وداد والأسماء الأوروبية والأمريكية والصينية وما إلى ذلك، هذه كلها أفراد ضمن هذا النوع الذي هو الكل الذي له أفراد متعددة. الآن أعيد فأقول إن المعنى الكلي في ذاته قابل للشركة، يتصور فيه جواز الشركة من ناحية العقلية، لكن هو مقسم إلى قسمين كبيرين، ما هو مستحيل وهو واحد، أي ما كشريك للخالق معنى كلي ولكنه غير موجود، كجمع بين نقيضين غير موجود، أو ما هو ممكن الوقوع وهو أيضا أقسام، ما هو ممكن الوقوع ومع ذلك لم يقع مثل بحر من زئبقين ومن جبل من ياقوت، وما هو ممكن الوقوع ولم يقع منه إلا فرد واحد كالشمس والقمر والعالم، وما هو ممكن الوقوع ووقعت منه أفراد متعددون وهو الكلي العادي الذي تعرفونه. هذا هو معنى الكلي. إذن لاحظوا الآن ما نبه إليه الأصوليون من قبل حينما نبهوا إلى الفرق بين القضية الكلية والمفهوم الكلي. يجب عليك أن تعلم عن أي شيء تتحدث. إذن في القاعدة كنا نتحدث عن القضية الكلية، لم نكن نتحدث عن المفهوم الكلي. حينما انتقلنا الآن إلى هذه الألفاظ أصبحنا نبحث عن معناها، وأصبحنا نرى إن كان معناها قابلا للشركة أو لم يكن قابلا للشركة، فسمينا ما كان قابلا للشركة مفهوما، وما ليس قابلا للشركة سميناه كليا، وما ليس قابلا للشركة سميناه جزئيا. هذه واحدة. في أثناء الحديث عن الكلي هناك حديث عن إسقاط هذا الحكم. حينما نقول الكل، كل في القاعدة التي هي القاعدة العلمية لابد أن تكون كما قلت قاعدة كلية مصورة بصور كلي، لتكون قاعدة علمية لينتفع بها إلى أن يأتي ما ينقضها هذا الأصل. قد نقول كل، كل، ولكن باعتبارين متباينين يحققهما العلماء أي الأصوليون والمناطقة، فيقولون حينما نقول كل نفس ذائقة الموت فهذا حكم على كل فرد من الإنسان بأنه سيموت، أي حكم يشمل كل من كانت فيه هذه الإنسانية، كل نفس ستموت. نعم، هذا حكم له نوع، له خاص، يسميه كلية. هذا نسميه كلية، أي هذا الكل هو معناها الكلية. حينما نقصد شيئا آخر، مثلا مثال الذي يذكره العلماء قديما وقولهم كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة،
كل بني تميم يحملون، أي تقول كل نفس ذائقة الموت، ولكن تقول كل بني تميم، فكل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، لا نريد منه أن كل فرد منهم يحمل صخرة عظيمة، وإنما كل في مجموعهم في هيئتهم اجتمعوا وتضافرت قوتهم وجهودهم فحملوا الصخرة العظيمة. إذن فالكل هنا يراد به المجموع، والكل في قولنا كل نفس ذائقة الموت، في قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت يراد به الجميع. إذن فإما أن نكون حاكمين على الجميع أو على المجموع. حينما نحكم على الجميع نراعي الأفراد ونسقط الحكم على كل فرد على حدة، وحينما نقول المجموع فإننا نتحدث عن المجموع الذي يتكون من أفراد كثيرين، صغنا هذه الصيغة فقلنا كل. ولكن لو قلنا نحن بلغة عصرية أكثر الآن قربا منا، لو قلنا كل الفريق انتصر، فريق علمي أو فريق رياضي، هناك فريق رياضي حينما يحقق نتيجة من هو الذي حققها؟ كل فريق انتصر، هل كل واحد منهم على حدة انتصر؟ هم مجموعهم في مجموع في هيئتهم حققوا هذه النتيجة. الفريق الطبي الذي أجرى عملية جراحية معقدة، هم من اختصاصات متعددة، بعضهم منعش، بعضهم جراح، بعضهم طبيب، بعضهم إنهم فئة. إذا قلنا كل الفريق أجرى العملية الجراحية فهذا حكم على المجموع، لا نخصص أحدا ولا نستثني أحدا، وإنما نقول إن الهيئة المجموعة حققت هذه النتيجة. إذن الكل حكمنا على المجموع، الكل كما قال صاحب المنطق الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. هذه مسألة أخرى لا أريد أن أدخل فيها، وإنما مثل بها ككل ذلك ليس ذا وقوع، قال هو له تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع، هذه مسألة أخرى. ولكن كل ذلك أي مجتمعا، الكل حكمنا على الهيئة على المجموع، والكلية حكمنا على الجميع، وهذه تخالف الأخرى. الآن بقي لنا شيء آخر يتم به هذا المبحث وهو الجزء، كلما تحدث عن الكل وجب الحديث عن الجزء. الجزء هو لفظ يمنع تصور معناه الشرك فيه. الأول لا يمنع تصوره أو تصور معناه وقوع الشركة فيه وهو الكل، وهذا على العكس لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فزيد وعمر ويوسف بن تاشفين ومكة المكرمة والأسماء التي تريدون أن تريدوها من أسماء الأماكن أو الشهور أو هي كلها أسماء غير قابلة للاشتراك، ليست معاني واسعة من توفرت فيه سمي بها، لا، هو اسم لشيء معين، إما لمكان إما لزمان إما لشخص، وهي ما يقال فيه أسماء المتشخصات، أسماء المتشخصات، أشياء التي تشخصت فهي أسماؤها كلها جزئية. والأعلام أسماء المتشخصات في اللغة، الأعلام هي أبرز أسماء المتشخصات، أي قاموس الأعلام أو معجم الأعلام ومعجم المتشخصات، المتشخصات جزئية. هذا الجزئي أي اسم الجزئي في معناه، وأعود دائما لأقول لكم إن الجزئي والكل من صفات ايش المعنى، ولذلك لا تجده في الخارج، تشير شد طويل وقصير، هذا معنى، هو معنى متصور، كل ما كانش في الكل في معنى، هذا الكل ما جبروش نقاش حاجه اسمها الكل، هي معاني باعتبار قابليه الشركه او عدم قابليتها فقط، لذلك معنى ذهني فقط مجرد. فالجزئي له اقسام، اما ان يكون جزئيا حقيقيا باعتبار ذاته، زيد عمر وجدة الرباط، هذه أسماء جزئية حقيقية لا تقبل الاشتراك، لا يشترك فيها اثنان. لو تسمى شخص
بهذا الاسم، مثلا كان هذا اسمه يوسف فتسمى بآخر بيوسف والآخر بيوسف، لم يكن ذلك يعني الاشتراك، لأن هذه أشياء من التصادفات والالتقاءات، ليس هناك معنى أو مقوم من المقومات يوجب أن يكون هذا يسمى يوسف. قد يكون يوسف يشاء أبوه أن يقلب اسمه ويسمى إبراهيم، يمكن. فهذه أسماء مرتجلة ليس لها صلة بالذات، إنما هي كالأشياء ليعرف بها الأشخاص فقط، ولكن ليس هناك مقوم أو داع يستدعي أن يكون هذا يوسف أو هذا إبراهيم. كان يمكن يتقلب يقول لي هذا إبراهيم لأخر يوسف لأخر يقول لي، وبعض الناس يغيروا اسمائهم، من كان كافرا ثم أسلم يبدل سميته، ومع ذلك يبقى هو شخصه، تغيرت عقيدته فاختار اسما جديدا، فلا مانع من ذلك، لأن هناك هذه أسماء هي عبارة عن عناوين الأشخاص اللي يعرف بها الأشخاص. لكن الإنسان لا، الإنسان هو مقوم، هناك حيوانية وناطقية، من اجتمعت فيه كان إنسانا، وكل من دخل في هذا الباب ودخل تحت هذه المظلة فهو إنسان، فيه معنى، فيه مقوم قابل للاشتراك. أما هذه فإنما هي معاني، معنى جزئي ضيق ضيق لا يتسع إلا لصاحبه. هذا الجزئي هو يسمى الجزء الحقيقي، لكن هناك أيضا جزئي آخر هو جزئي إضافي، جزئي بالنسبة إلى، بالجزئي بالاعتبار. فلو قلت مثلا الإنسان، الإنسان لو نظرت إليه باعتباره جزءا من الحيوان لقلت إن الإنسان جزئي باعتبار النظر إلى ياش الحيوان، فهو جزئي ولكن هو جزئي، وبالإضافة إلى أن هنالك ما هو أكبر وأوسع منه وهو الحيوان. لكن حال كلمة حيوان هي التي هي أصل أو كلية بالنسبة، ومنها أخذت الإنسان وهو فرعها وهو الناشئ عنها، هو نفسه هذا الحيوان لو نظرت إليه إلى ما هو أسمى وأوسع منه وهو الموجود، وهو الموجود، لكان الموجود كليا بالنسبة لهذا. فالحيوان إذن كلي وجزئي، هو جزئي بالنسبة لاش للموجود، وهو كلي وهو كلي بالنسبة لما بعده وهو الإنسان، وهو جزئي بالنسبة للموجود. إذن هو وسط الحيوان، كلمة الحيوان فوقها ياش الموجود، فهي إذن جزء من الكلي الذي هو الموجود، وهي أيضا كلية، وهي كلية بالنسبة للجزئي منها الذي هو الإنسان. إذن فهناك جزئية إضافية وكلية إضافية، وهناك أيضا هذا الجزئي الحقيقي الذي يسمى الجزئي، إذا أطلق يقصد به الجزئي الحقيقي. وأما في علم المنطق فهناك اصطلاحات أخرى، الجنس والنوع مسألة أخرى. فالإنسان فزيد أو عمر هو جزئي حقيقي، لأنه ليس تحته شيء آخر، هو آخر المطاف، ومع ذلك يصير جزئيا حقيقيا إضافيا. زيد هو جزئي غير قابل للشركة ياك، ولكن هو أيضا جزء من الإنسان أو من الرجال. زيد أو عمر أو محمد أو هو جزئي، هو نهاية المطاف، ولكنه أيضا لو نظرت إليه باعتبار آخر لقلت إنه جزء من كلي سابق، فلذلك يكون جزئيا حقيقيا باعتبار منتهى، أو أنه ليس تحته فرد آخر، وهو أيضا جزئي إضافي باعتبار الكل الذي سبقه وهو الإنسان. إذن هذه معاني ربما يبدو في بعض الأشياء في بعض الحالات أننا يمكن أن نستغني عنها، لكن علماء الأصول لا يستغنون عن هذا، ويرتبون على ذلك آثارا في تقسيمات بين الكل والجزئي. وليس بالإمكان الآن حديث عن الفوارق بين الكل والجزئي، وبعضهم يصل بها 7 من الفوارق، هي مذكورة في تنقيح الفصول لمن شاء منكم أن يقرأ شرح الشوشاوي على هذا الكتاب. وهذا كما قلت مبحث يحتاجه بالدرجة الأولى طلاب العلم، العامة أو الأشخاص الذين ليس لهم اهتمام بالنص أو باشتغال بالنص، طبعا قد يتعبهم أن يسمعوا هذا أصلا فضلا أن يستوعبوه، قلت يتعب، ولكن لن يحتاج. ولكن حينما نكون بصدد قراءة العلم لابد أننا نجد أنفسنا مدعوين إلى أن
نقف بهذا ونفهمه، لأن كتابتنا الكتابات الموجودة السابقة لا يمكن أن نطويها وأن نعرض عنها لأننا لا نفهم هذه المصطلحات. إذن عند هذا الأمر ينتهي الحديث عن مفهوم، عن جزء من تعريف القاعدة. القاعدة يشني هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته حين التعرف عليها به، على أحكامها به. فهذا يكفي في تعريف هذه القضية. أي لأن الأصول الفقه هي الآن، أو أصول الفقه ليس معرفة بالجزئيات، هو معرفة بالقواعد. وأصول الفقه عناية هذا العلم بالقواعد الكلية، ولذلك كان يجب الآن صرف النظر. الآن حينما يقرأ الإنسان كتاب أصول الفقه أن يعرف ماذا يقرأ. إذا كان يقرأ جزئيات، إذا كان يقرأ أمور ليس لها الطابع الكلي، معنى أنه لا يقرأ أصول الفقه، ربما يقرأ شيئا آخر يخيل إليه أنه أصول الفقه. في اللقاء المقبل إن شاء الله سوف أشرع في الحديث عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو بداية الحديث عن هذا الحكم ومعناه ودلالته وما ينطبق عليه وما يحترز به. لكن في اللقاء المقبل إن شاء الله سأحدثكم عن الحكم الشرعي، عن تعريفه، وداخله سأدرج بعض ما يتعلق بالحاكم ضمن الحكم، لأن هذا الذي يتسع له مثل هذه الدروس، أي نحتاج إلى الحديث عن الحاكم باستقلال. سأورد أي مجمل ما يمكن معرفته، ما يجب معرفته في قضية الحاكم أثناء الحديث عن تعريف الحكم في قولهم الحكم الشرعي خطاب الله. أي حينما نقول خطاب الله، حينئذ يتم الوقوف عند هذه المسألة التي هي مسألة الحاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوء ضربت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.